بون السلام عليكم. انا نحن نحضر اليوم على قصتي مع مرض سكيزوفرينيا والحجامة. ان شاء الله قال لك انا فلان اكس دوك نبداو نقصرو. انا فلان اكس كي مسطات سنك شوية. الله يبارك لنا شي يدير سبور. هاي ليك الحمد لله. بون بسم الله نبداو السوشي مع مرض سكيزوفرينيا يسمو الانفصام الشخصية بالعربية. هو مرض خطير. الله يشافي المرضى. وكي بداني المرضى انايا نعم انا قلت نورمال، ومن بعد نعم بالي يمشي بالهضرة. هاد الهضرة عرفت عليها كي قلت نهضر نتسولاجا. ومن بعد نهار الحمد لله ما شافي ربي الخير. ان شاء الله درت الحجامة. نهار درت الحجامة الحمد لله. الله لا يحرمه من الحجامة. وباش دي الحجامة وارة، انا جاتني وارة في دي الحجامة. شوي شوية الخوف شوية صعوبات صار ديرها خلاص. شوف قدرة ربي ان شاء الله قدرة ربي سبحانه. وكل واحد في شيء وشوف فيها الدنيا. انا حجامة الله يبارك صبت روحي ان شاء الله نزيد نسيب روحي. وما يقولوا انا من داك نقول هكذا، نقول لي جامي دار الحجامه شيطانيه وما دار خطر في حياتي. حاشا لي ما يستاهلش جامي دار الحجامه شيطان. حاشا لي ما يستاهلش. الله يشافي المرضى. ما لا بون كوراج. هاي ملاقات الخير. السلام عليكم.